المنتخب الوطني التونسي ينطلق يوم الغد في تحضيرات الجدية استعداد لمقابلتي الجولة الثالثة والرابعة من تصفية المؤهل لمونديال 2026. المباراة الأولى ضد منتخب غينيا الاستوائية يوم 5 جوان القادم في ملعب حمد العاقر ببرادس. مباراة تنطلق 8 متاع الليل بقيادة الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلي. والمباراة الثانية يوم 9 جوان القادم في ملعب أورلاندو بجوهانسبورغ في جنوب أفريقيا. رسم المباراة هذه تنطلق مع 5 متاع العشية بتوقيت تونس. يوم الغد إذن انطلاق طرابلس المنتخب الوطني التونسي بإجراء حصة تدريبية في ملعب الشاد لزويتن، تنطلق مع 6 متاع العشية. حصة تدريبية مفتوحة خلال الربع الساعة الأول للتصريحات والحوارات مع اللاعبين وكذلك مع الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. يوم السبت الموعد مع حصة تدريبية تنطلق مع 6 متاع العشية في الملعب الفرعي بيرادس، حصة مغلقة. يوم الأحد كذلك حصة تدريبية لكن حصة صباحية تنطلق 10 متاع الصباح في ملعب الفرعي بيرادس، كذلك حصة مغلقة. ويوم الاثنين الموعد مع حصة تدريبية 6 متاع العشية في الملعب الفرعي بيرادس، حصة مغلقة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. يوم الثلاثاء الموعد مع المؤتمر الصحفي لمباراة تونس غينيا الاستوائية للمدرب المنتخب الوطني التونسي منصر الوحيشي. حس المؤتمر الصحفي ينطلق مع 6:30 خاص بالمنتخب الوطني التونسي، والمؤتمر الصحفي الخاص بغينيا الاستوائية ينطلق مع 7:30 متاع العشية. نذكر بقائمة المنتخب الوطني التونسي في حراسة المرمى: 3 حراس مرمى، البشير بن سعيد، أيمن دحمان، وأمان الله ميميش. في الدفاع: ديلان فان يان فاليري، حمزة المثلوثي، منصر طالبي، على غرام ديلان برون، ياسين مريح، مرتضى بن ونس، أسامة الحدادي، علي العبدي. كذلك في وسط الميدان والهجوم نلقاو كل من إلياس الصخيري، عيسى العيدوني، نادر الغندري، محمد علي بن رمضان، معتز زدام، حمزة رفيعة، محمد الحاج محمود، غيلان الشعللي، إلياس سعد، سيف الدين الجزيري، الياس العاشوري، سيف الطيف، وجدي الساحلي، متوسط ميدان رادنيكي السربي، وراقي العواني. هذه قائمة المنتخب الوطني التونسي خاصة بزوز مقابلات كما قلنا مقابلات هامة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي من أجل التأهل لمونديال 2026. المباراة الأولى ضد منتخب غينيا الاستوائية، والمباراة الثانية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الناميبي.